مع نهاية موسم شني التمر ببسكرة تنطلق عملية التوضيب ومن ثم نحو الأسواق وغرف التبريد. وبالنظر للموسم الفلاحي المنقضي الذي ميزته درجات حرارة عالية وانتشار لحشرة البوفروة ما أثر على المنتوج وقدمه بأسعار تعد مرتفعة نسبيا. العام هذا راهي الأسعار غالية ياسر، راهي من 50 حتى 70، وحتى الناس ما قدرش تشري، أسوام جاتها غالية، وهذا راجع إلى أسوأ موسم هو السنة، راجع للسخانة بفروة. وإنما النوعية نوعية جيدة كاينة قليلة، والأسوام تاعو معقولة جدا من 50 حتى 70، النوعية المخيرة هي 70. وللحفاظ على هذا المنتوج المتزايد سنويا وجب وضع مخطط لدعم الفلاح والتسويق المنتوج. شوف أغلبية الفلاحين راه تتنافس بقراصة النخيل بالآلاف، وزاد سهلت لها القراصة تاع النخيل عاد بالقوتابوت ما يضيعش الماء. ودرك كاين مناطق يعني يكون تلحق لهم التريسيتي والماء، الناس تخدم تنافس باش هذه المنافسه تاع الالاف وما تفتحلهاش بيبان كبيره للتصدير، وين راح يبلوك هنا ما يعني ناخذ روحنا في التصدير يكون فيه تساهلات. هي بوادر قد تؤثر على اسواق التمر وطنيا من حيث الكميه والسعر، ما يتطلب مرافقه من قبل الهيئات المعنيه.